اسمعوني منيح يا شباب، بالنسبة للحجي ألاغوز رح يتحاكم من جديد لأنه في أدلة جديدة بإيد المدعي العام مراد بولو، وهلا رح نشوفك كلياتنا مع بعض منشان ندرس الوضع. ابني افتح لي هالبواب. ايه منى خانم، عم بسمعك. فينا نبلش؟ انا منى يساري. بدي احكي كل يلي بعرفه. ايه تفضلي. زوجي باسم يساري. منى خانم بعتذر منك، هالاتصال مهم كتير، شوي بس وبرجع لك. تمام ماشي. اللي حضرة المدعي ولك مراد، انت عم تلعب معي ولا شو القصة؟ شو صار، اخذتوا السيارات ولا لسه؟ لك سيارات شو هي يا مراد؟ ما في لا سيارات ولا شيء. انت عقلك سليم ومتوازن ولا فيك شيء غلط يا استاذ؟ نحن اعتمدنا على الحكي اللي قلته وجماعه كل رجال الدوله، واجيت لهون وشوف الوضع اللي حطيتني فيه يا افندي. يعني السيارات مو هنيك؟ خلصنا بقى اسكوت، ما عاد بدي اسمع منك ولا حرف رجاء. اسمع، راح اتصل بمديريه الامن وخليهم يكلبشوا للحجي ويبعتوه على السجن فورا. عم تفهم شو عم اقول يا مراد؟ الو الو، أنا دائما بقول في احتمال تاني، ما بتصدق اللي بقوله؟ إذا عملنا شي لمراد ما رح نستفيد شي، بيروح وبيجي مدعي عام تاني، لازم نلعب على نقطة ضعفه مرة تانية. نازلي هدف أسهل بكتير، الحجي، وهداك هلأ بالسجن، ومراد لقى الكاميون مشان يطلعوا براءة ولقى السيارة التانية. أنا رح راقبهم وأمشي ورا ماجد مقابل حرية الحجي، حرية منى. ما في شي متعلق فيكي موجود بالكاميون؟ ما أنا نظفت كل شي بخصني كان بالكاميون وبعدين تخلصت منه، لا تعكل هم. شو عملت كمان ها؟ والله مقابل حرية الحجي بدي حرية منى. الكرة هلأ بملعبك باسل. فيني أقتلك؟ وين السيارات؟ بوعدك إذا بتترك منى جيب لك السيارات فورا لعندك، وما بدي شي تاني حبيب قلبي. حتى رح أهديك السيارة المختفية اللي بتخص الطبيب الشرعي، متذكره؟ بس إذا رفضت، أنا رجل مهمات ورجل قانون وما بتراجع عن التحقيق اللي بلشت فيه أبداً. الحجي بيطلع من هون على السجن دايركت، وطبعاً من ورا حضرتك. بينام 24 سنة وما بيطلع من هنيك إلا معفي. عرض عادل كتير يا حضرة المدعي، بس يا ريت تاخد قرار بسرعة، دقائق معدودة وبيخلص الوقت. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.